السلام عليكم. النهاردة بقى هنكمل تدريبنا على ازاي تفحص السي تي ابدومين. كلامنا كان اكتر من فيديو قبل كده، وكان في فيديو بيتكلم فيه على الابروتش نفسه كامل متكامل، وكنت انا في النص بقول لكم ان في حاجة اسمها ايه الهابي ساين. هابي ساين عم تلاقي الحاجة انت بدور عليها، ما تفرحش قوي، ايه ده كده، وخلص الفحص وخلص الاكسسوارز بتاعت الفحص وارجع للحاجة الرئيسية اللي انت ايه بتتفرج عليها. اوكي، ده تدريب عملي على الموضوع ده. انت عندها تقريبا انا ما افتكر كان 60 سنة something like that، يعني female patient وكان تشيك من هيماتوريا سوري bleeding per rectum. فانت عملت ستي انتيروكولوجرافي، بتبدي تشوف الكيس، هذه الريكتم طالع بيه سيجمويد، هوبا طلعت في ليجن، كيس خلصت خلاص، لقينا الليجن. الليجن تقعد توصفه بقى، وهنتكلم مرة تانية خالص على الليجن ده. الصورة دي هنشرحها بالظبط يعني، وزدت ريبورت يعني الليجن زي ده. تمام، هنشوف بيت الميتس. لا شفت الليجن اهدى، كانسر كولون ممكن يكون في اكتر من ليجن في الكولون، فانت تكمل مع الكولون، تبدا تكمل السبليك فليكشر، راح هنا ترانسفيرس فليكشر. طبعا انت بتشوف اكسيال بس اشتغل كرونر. تمام، بس عشان اكسيال كده عشان مضيعش وقت في الفيديو، لقيت في ليجن تاني في السيك. تمام، هتلاحظ هضحك من حاجه، انت عندك دايما الليفت سايدد كانسر كولونز عندنا التومر بيبقى circumferential ring like كده في الول، محوط الول كله كده ومضيق اليوم، على عكس السيكم. السيكم ده كان كبير، فالليجن بتلاقيه حجمه كبير وفنجيتنج، عامل بوليب جوه اليوم، ما بيعملش موضوع circumferential ده، قليل يعني. خلاص ده ديفرويت. طيب هل ده بس الكيس؟ لا اكيد طبعا مش بس الكيس يعني. بتشوف بقى بتستاتيك ورك اب، ماشي، تشوف الأومنتم مش عارف ايه. اه والله بص شايف ايه ده، اطلع وانزل تصير تختفي أومنتم نديول. كمل عينك في الأومنتم، عينك في الأومنتم. هل في اي ليجنز تانية؟ اه والله في ليجن كمان اهو. اوكي ايه ده، في كمان ليجن اهو. تمام، في اكتر من ليجن، في أومنتال كيكس. تمام، ليفر بقى كانسر كول مع الليفر. بص كده على الليفر، يهيئ لك ان هو نورمال. ليسون نمبر 2، تمام، الليفر لازم تقيمه في اكتر من فيس. اوكي، هنشوف الفينس فيس. يلا بينا، ايه رايك؟ قول لي رايك. ايه رايك في الليفر؟ مليان فوكال ايجن للاسف، التيومر عامل ميتس كمان في الليفر. بس كده خلاص، انت عندك 2 ليجنز في الكولون، وفي هنقول والله انت لو مش هنقول فيديو تاني خالص عن ليجنز زي بتريبورت يعني، لان مش ده الهدف من الفيديو ده. تمام، في 2 ليجن، واحده في السيجمويد واحده في السيكم، وعامله اومنتال ديبوزيتس وعامله هيباتيك ليجنز. الموضوع اكستنسيف ادفانسد كيس، اني ادفانسد كيس، او بالاصح اني كيس، وبالاخص البيشنتس اللي عندهم للأسف ربنا ابتلاهم بالكانسرز، بيبقى في ريسك اوف دي في تي وريسك اوف بالمونري امبوليزم، فلازم اكتيفلي تدور على بالمونري امبوليزم في البيزل شيست، لو زاد في الارتيريال فيس زي ما انت شايف. احنا اكتيفلي دورنا عليها، ادي في هنا بالمونري امبوليزم، شايف هنا برانشينج بالمونري امبوليزم. تمام، بالمونري امبوليس ده مش شايفها، اهو صورة كبرناها لك اهي، فيلينج ديفكت نون انهانسينج فيلينج ديفكت برانشينج.
دي بتبقى ثرومبس ماشية في اليومن وهوب راح ترشق عند البايفوركيشن. هل ممكن تعرف مصدر الامبلوس ده من فين؟ اه والله تحاول في الجزء الظاهر في الفحص بتاعك هتجيب الفينس فيز تمام، دور دايما في البلفس في الديب بلفك فين، جايز تلاقي ان في فينال انهانسنج، ما لقيتش هتدور على الجزء الظاهر من الكومن فيمورال والسوبرفيشال فيمورال فين، هتلاقي هنا في ايه فالينج افكت موجود في السوبرفيشال فيمورال فين، ده السورس اوف ده دي في تي وعملت بالمونري امبوليزم. فلازم في كل الكيسز كل الكيسز عموما اي فليدر تشيسز كانت بتدور على نديولز بتدور على انفكشن بتدور على بروفيوجن ده الكومن. لو في صبغه الصبغه بتاعتها في الارتيريال فيس دور على البالموني ارتيريول الصغيره السب سيجمنتال سكند وثيرد برانشز هتطلع، صدقني هتطلع لو انت بتدور هتطلع ان في بالمونري امبوليزم. بالمونري امبوليزم دي هي اللي ممكن تموت العيان مش الكانسر، يعني عيان يتريوريت بسرعه وحالته تسوء وممكن يحتاج يخش العناية يعني مش شرط لا قدر الله يحصل وفاة لكن يتريوريت ويحصل ديزنيا وتكيبنيا وبعد يحتاج انه يخش العناية بسبب البلمونري امبوليزم مش بسبب التيومر نفسه. طيب يعني انا انت لسه مش مقتنع فانا هوريك كمان كيس تثبت لك الفرضية دي، هي مش فرضية مش مفترض حاجة ده حاجة في البراكتس يعني ليها أسبابها، يعني أنت عادة يعني المريض اللي هو للأسف عنده كانسر ممكن يبقى قاعد في السرير كتير، في مقولات تقول إن كون إن في كانسر في الجسم ده بيزود حدوث الثرومبوزز والدي في تي والإمبولس، يعني للأسف عنده inoperable كانسر بانكرياس اللي هو الجزء ده خالص inoperable ليه؟ عشان هو encasing vessels وقفل portal vein، وبرضو هيبقى إن شاء الله الكيس دي بالذات هنبقى نشرحها بتفصيل على موضوع الoperability of the cancer pancreas how to assess it. هنا في focal hepatic lesions برضو هم hypo-enhancing focal hepatic lesions، ترجع تاني actively تدور في البيزر تشيست سكان في الارتيريال فيز على دي في تي هتلاقيها ان شاء الله لو هي موجوده اهي فالينج ديفكت موجود في السكند اور ثيرد برانشز اوف ذا بالمونري ارتيريولز. دي مهم تقولها ومهم تكلم الدكتور مهم تكلم الدكتور وتقول له يا دكتور احنا عندنا الكيس كذا 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 عندها كذا كذا وعندها بالمونري امبوليزم عشان يبتدي المانجمنت بسرعه. البالمونري امبوليزم هي اللي ممكن تعمل ديتيريوريشن سريع في حاله البيشنت مش التيومر الاصلي. اوكي اتمنى تبقى المعلومه وصلتكم بوضوح واكتفلي دوروا يا جماعه على بالمونري امبوليزم في كل فحوصات بالذات الكانسر بيشنت. يلا الى اللقاء.